عشان يجي يضربه. صوروا له الكل. هذا لا مو راح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلب حي قاضي عسكر. يعني هويت بعجز اللسان عن التعبير، بس بدي اسأل كلمتين. الطيار لبشار الكليب الاثنين انه هون اشفي عنا. انت مو زلمة، فضل على الجبهة، فضل على الجبهة، نحن بالجبهة رجال والله معنا. واذا انت رجال بالجبهة تفضل على الجبهة. بس كلمتين بدي اقول لك اياهم بالاخير وبتلحقوا ثالثة كلمتين هون بالاخير. ما راح ندمع وما راح نركع، والكلمة الثالثة صابرين صابرين ورضيانين بقضاء الله، مستعدين نقدم شهداء قضل قدمناهم 100 مرة بس لنسقطك يا كلب. وإن شاء الله بدنا نقيم سنة رسول الله. هون صار في في شهداء جرحى؟ 3-4 إصابات، 5 إصابات والله أعلم، لأنه كل واحد ملتهي بشقفه. عرفت شلون أخي؟ يلا الله يعافيك. نصر روح قلبه، يعني مش هروح.